تعرض لأبشع الانتهاكات في إيطاليا، ويلقوا رواحهم مطرودين ومروحين بدون رئيس في ظرف ثلاثة وأربعة أسابيع. التعارض هذايا ما كانش يهم لولا الخنوع والمذلة عبر مختلف الحكومات. المتعة السلطات التونسية عبر مختلف الحكومات، مش كان من تو، تو زود وما من قبل موجود. اليوم كي توصل لمبادوزا يتعرفوا على هويتك اسرع من رونفوا في تونس العاصمة. اليوم التواصل المباشر للتعرف على هويات المهاجرين، وافقنا انه اليوم منظومة امنية بشكل ناجع تحت في البحر. البوليسية يعرفوا بعضهم ويعرفوا رواحهم، يخدموا 12-12 في البنيانة والعامرة. الناس هذوما كانوا من الاولى يدولوا بالحدود البرية. الناس هذه كانت عندها رهانات اخرى متعلقة بالجريمة والعنف اللي نعملوا فيه واللي موجود واللي عاجزين اليوم على مقاومته. اليوم السياسات هذه غيرت الاولويات الامنية وجعلتنا مجرد حارس الحدود الاوروبية. حارس يخلينا السنة الفارطة نمر 80,000. السنة هذه في ظرف معناها 3 شهور ونص اكثر من 21,000. محاضر الجلسات انشرناها امس على الداخلية التونسية تطلب في وحدات بحرية جديدة. السلطات الايطالية قالت رانا عطينا 9 مليون اورو لوزارة الداخلية التونسية تكاليف الوقود. إذا كان الاتفاقيات هذه ومحاضر الجلسات هذه تكريس للسيادة والأولويات التونسية يا خيبة المسعى. اليوم نحرصوا بالوكالة، نحرصوا بالوكالة، هما يعطونا التجهيزات ويعطونا الكاربيرون وإحنا نقوم بإرجاع المهاجرين بالقوة من البحر. إرجاع المهاجرين اللي اليوم يحبوا يطوروا إلى مسافات طويلة في البحر من خلال الأمر المتعلق بإحداث منطقة البحث والإنقاذ على طول السواحل التونسية. السياسات هذه خلت الأزمة قبلنا نتحول إلى مسجد يسهل الدخول إلى تونس. اليوم نجم تدخل إلى تونس من كل الحدود البرية الغربية خاصة بسهولة، لكن يستحيل عليك المغادرة.